عن الاختلاط. أنا في تقديري أن هذا ما أراه أمامي ليس اختلاطاً يعني مصطلحات وتكون المعاني غير شرعية أو غير أو ذلك المصطلح غير حمال للمعنى الشرعي. الاختلاط عارف اللي كدير القهوة والحليب وتخلط، هذاك هو الاختلاط. أكان دائما مساجد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيها الرجال وفيها النساء وبدون هذه العقد، لكن أن لا يكون هناك احتكاك. طبعا إذا كان هناك احتكاك فهذا ممنوع شرعا، وهذا شيء يعني لا يختلف فيه.